السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين، نخصصها اليوم عن من يحمي التجار ومالكي مراكز الصرافة من نهب ميليشيا الحوثي في صنعاء وبقية المحافظات التي تسيطر عليها. العملة اليمنية ستواصل انهيارها أمام العملات الأجنبية ما لم يتم إيقاف عبث وتصرفات ميليشيا الحوثي، هذا ما قاله أحد مسؤولي جمعية الصرافين اليمنيين، مؤكدا أن الميليشيا التي وصفها بالعصابة هي المسؤول المباشر عن تدهور أسعار صرف الريال وعن نهب واقتحام العديد من المحال التجارية ومراكز الصرافة في صنعاء والعديد من المحافظات التي تخضع لسيطرتها. ليس بجديد التذكير أن ميليشيا الحوثي نهبت الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي كان في خزينة البنك المركزي، لكن لا يمكن تجاوز أن الانقلاب الذي قامت به الميليشيا هو السبب الرئيسي والمباشر لكل الكوارث التي يعانيها الشعب اليمني. بعد الإطاحة بشريكها في الانقلاب، انفردت الميليشيا بالميدان وزاد سعارها تجاه كل الموارد التي حتى تلك التي تمس معيشة الناس، وضاعف الحوثيون من جرائمهم الجماعية وتحولت قواتهم إلى عصابات شوارع تستخدم أدوات الدولة في صنعاء وفي مختلف المحافظات التي تسيطر عليها. فبعد أن نهبت شركات للصرافة في صنعاء، سطت على محال تجارية للصرافة في إب والعديد من محال بيع الذهب. المعلومات تشير إلى أن عصابات الميليشيا نهبت أكثر من مليار دولار من مجموع تحويلات المغتربين اليمنيين لأقاربهم، وهو ما يمس حياة ومعيشة ملايين الناس. في حلقة اليوم من بين قوسين نناقش منهجية النهب واللصوصية عند الميليشيا الانقلابية والآثار المنعكسة على الاقتصاد الوطني ومعيشة الناس نتيجة هذا السلوك الإجرامي المتكرر. في البداية اسمحوا لي أن نرحب، سيكون معنا عبر السكايب من اسطنبول حسام السعيدي، مختص في الشأن الاقتصادي، ومن كوالالمبور الناشط السياسي الدكتور فيصل علي، ومن مأرب الصحفي حسين الصوفي. قبل النقاش فاصل قصير. حياكم الله مشاهدي الكرام، وأبدأ هذه الحلقة عبر السكايب مع الخبير الاقتصادي حسام السعيدي عبر السكايب من اسطنبول. مرحبا بك أستاذ حسام. أهلا وسهلا بكم، وباحث وليس خبيرا. باحث نعم، مرحبا بك. أهلا بك حسام. إذا تحدثنا في البداية، كيف تتابع الطريقة الممنهجة لميليشيا الحوثي التي تقوم باقتحام محال الصرافة، المحلات التجارية، مراكز الذهب، وتنهبها وضح النهار وبكل أدوات الدولة التي نهبتها؟ نعم، من نافع القول الحقيقة بأن هذه الآثار جميعها التي يتعرض لها الاقتصاد ويتعرض لها المواطن هي أو هو نتيجة مباشرة وواضحة للانقلاب الحوثي، وكل ما يترتب على ذلك هو في الحقيقة عبارة عن خلاصة أو نتيجة لسبب واضح هو الانقلاب الحوثي بطبيعة الحال، وكل ما يترتب على هذا الانقلاب هو أدوات مساعدة، أو لنقول هو نتائج مبسطة أو صورة مصغرة ومظهر بالمظاهر هذا الانقلاب. بالطبع نبدأ بالجانب المالي، وسبق وتحدث كثيرون، ولكن للأسف هذا هو النهج المستمر. لا يوجد تعامل وفقا، يعني تدعي عصابة الحوثيين بأنها تعمل وفقا لتوجيهات البنك المركزي، ونعلم من يدير البنك المركزي، ونعلم من الذين تم تعيينهم في وحدة الرقابة، والذين تم تعيينهم في وحدة الإشراف على البنوك أو الوحدة المالية أخرى والرقابة على البنوك بشكل عام. هؤلاء أشخاص يدينون بالولاء للحوثية كعصابة وليس لديهم أي خبرات في حقيقة الأمر. هذه النقطة جعلت من التصرفات التي تصدر باسم البنك المركزي يعني عبارة عن تصرفات شبيهة بتصرفات عصابة، اقتحام للمؤسسات، خطف للموظفين، وعمليات ترويع. ولا يختلف ما تقوم به العصابة الحوثية عن ما تقوم به العصابات الإجرامية التي قامت قبل فترة بالاعتداء على محل الصرافة وقتل الصراف الذي يعمل فيه وإلى آخره، ونعرف القصة المعروفة. إذن بطبيعة الحال
هذا النهج لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسمى إدارة اقتصادية أو عملا اقتصاديا. نعرف أن القانون يلزم الصرافين. أولا الحقيقة هناك يعني تكاثر لمحلات الصرافة في صنعاء أعداد مهولة، حتى أن أحد الصرافين عفوا أحد الصحفيين يقول بأنها تتجاوز 300 محل جديد، مع أننا نعلم أن قبل يعني انقلاب الحوثيين كان هناك تعميم من البنك المركزي يرفض تأسيس محلات الصرافة الفردية. نعم انتشار حسام هذه النقطة نقطة مهمة. نعم أستاذ حسام هذه النقطة مهمة، انتشار مراكز الصرافة بهذا العدد الكبير في صنعاء والعديد من المحافظات التي تخضع للانقلابيين، كيف سينعكس وهل هو صحي أم كارثة تحل على الاقتصاد اليمني؟ مشكلة هذه المحلات الصرافة أنها لا تعرف في البداية هل حصلت على ترخيص أو لا، بمعنى هل هي تمارس عملا يمكن ضبطه أو لا، وهل هي عبارة عن محلات صرافة فعلية أو هي محلات لغسل الأموال. هذه هي النقطة الرئيسية، هذا أولا. ثانيا من الصعب صراحة يعني التعامل مع الصرافين صغار الصرافين كما يتم مثلا معاملة البنوك وشركات الصرافة، لأن رقابة البنك المركزي على محلات الصرافة هي ضعيفة نوعا ما، وأيضا الصرافون هم المتعاملين الحقيقة، وهذه هي نقطة قوتهم، أنهم المتعاملين الأوائل مع طاقة المضطربين. فالمضطرب يعني هناك تحويلات كبيرة طبعا عبر البنوك، ولكن في الأساس يرجع أو يستخدم المضطرب الصرافين لتحويل الأموال، وهذا لسهولة ولانتشار محلات الصرافة مقارنة بالبنوك، وبالتالي هذا الأمر يعطيهم قوة لأنهم يمتلكون حجما كبيرا من العملات الصعبة القادمة من المضطربين، وهذا ما يجعل للصرافين قوة في التحكم في السوق. فالكثير من التجار في حقيقة الأمر توقف عن اللجوء إلى البنوك للحصول على العملة الصعبة، لأن البنوك يعني تعاني من رقابة من جهة عن طريق البنك المركزي لعملياتها، ومن جهة أخرى فهي لا تمتلك القاعدة من الأموال المضطربين الكبيرة، وبالتالي يلجأ إلى الصراف ويتم عقد صفقات كبيرة، لأن الصراف حينما يأتي إليه تاجر من العيار الثقيل ويطلب أموالا ثقيلة فإنه بالتالي طبعا يحدث أثرا داخل السوق أكبر. وأيضا هناك نوع من الصفقات شبه الخفية بين التجار الذين يريدون استيراد من الخارج وبين الصرافين، طبعا ناهيك عن عمليات المضاربة. إذا كان لديك مثلا لنفترض حسب هناك بعض الصحفيين يعطي أرقام كبيرة لمحلات الصرافة، ولكن لنقول مثلا أن لديك 200 صراف مثلا وهذا رقم بسيط، أو تقول مثلا 500 لنكون واقعيين، إذا طلب كل واحد منهم $1,000 سيكون هناك طلب $500,000 في لحظة واحدة، هذا بكثير برفع سعر الدولار وانخفاض سعر الريال بسعر نعم. طيب حسام نتحدث في المحور الثاني ربما عن هذه الجزئية عن المضاربة بأسعار الدولار وكيف يمكن إخفاء الدولار وشراء عملات أخرى ما يسبب انهيار العملة، لكن اسمح لي أن أشارك معنا في الحديث من كوالالمبور المحلل السياسي الدكتور فيصل علي. مرحبا بك دكتور فيصل. أهلا بشير، حياكم الله. أهلا بك دكتور. في البداية أنت كيف تتابع ما تمارسه ميليشيا الحوثي من نهب ممنهج لمراكز الصرافة للمحلات التجارية مراكز الذهب أمام مرأة ومسمع من الجميع وبأدوات الدولة؟ يا سيدي الكريم، الهاشمية السياسية منذ أن وطئت أقدام الرسي إلى اليمن 284 هجرية وهي تمارس نوع من الابتزاز الاقتصادي للشعب اليمني، سلبوا المواطن اليمني ممتلكاته أرضه الزراعية وسلبوا كل ممتلكاته وماشيته حتى يتحول إلى جندي محارب في صفوف هذه الهاشمية السياسية، وسلطوا هذا المواطن الذي أفقروه على بقية المواطنين ليخرجوا بجنود يحاربون معهم. اليوم ما زالت تمارس نفس هذا الدور، قضت على طبقة الموظفين والطبقة الوسطى وقضت على التجار، والآن تقضي على الصرافين وتجار الذهب، تريد إفقار الشعب اليمني تماما حتى تتحول القوة والسلطة المالية بيدها وتستطيع أن تجند أبناء اليمنيين لمحاربة الجيش الوطني ولتستخدمهم في حروبها القادمة كما خططت لها إيران بالدخول في حرب طويلة المدى
مع يعني إذا انتهوا من حرب اليمن سيخوضون حروب في المنطقة في السعودية وفي الإمارات وفي بقية دول الخليج. هذه العمليات الابتزاز والسرقات هي لتهيئة الجنود لا أكثر، يأخذون هذه الأموال ليتحول المواطن إلى فقير ويذهب للعمل جنديا عند الهاشمية السياسية. نعم دكتور، أنا كتاجر أو كصاحب محل صرافة أو محل ذهاب أو تجارة عامة، كيف يمكن أو من الذي سيمنحني الأمان لكي أمارس يعني عملية تجارية بصورة آمنة إذا كانت الميليشيا التي تحكم هذه المناطق هي أصلا من تنهب ومن تقتحم هذه المحلات؟ للأسف الشديد التجار في صنعاء بشكل عام ليس لديهم الوعي السياسي الكافي، لم يكن لديهم يعني فكرة أن هذه الجماعات يعني هذه الجماعة السلالية ستفترسهم مستقبلا وستنهب أموالهم. كانت الذاكرة الاقتصادية مثقوبة، الذاكرة الاجتماعية والذاكرة الجمعية لليمنيين مقصودة بمن فيهم هؤلاء التجار. وإلا أنت تعلم أن لصوص يعني يقدمون من جبال صعدة ومن غيرها من المناطق اليمنية إلى العاصمة، ماذا سيفعلون؟ سينهبون الدولة وسينهبون المواطن وسينهبون التاجر، وهذا ما يفعلونه بالضبط. لماذا بقى هؤلاء التجار في صنعاء؟ هذا السؤال يوجه إليهم. هؤلاء الناس سيأخذون كل الأموال ليستخدموها في حروبهم، وسيستخدمون أموال هؤلاء التجار في قتل أولاد وأهالي هؤلاء التجار. ما الخيارات أمامهم دكتور فيصل إذا كنت تتحدث بهذا المنطق؟ ما هي الخيارات لدى هؤلاء التجار؟ هل يتركوا تجارتهم ومحالهم ويغادروا هذه المناطق؟ كان من بإمكانهم أن يحولوا هذه الأموال ويضاربوا بها في أسواق خارج اليمن. كان عليهم أن يتنبهوا عند سقوط عمران وسقوط صنعاء أن الهاشمية السياسية هي قادمة لابتزازهم وأخذ أموالهم، كما أخذت الدماء وأخذت أرواح الناس ستأخذ أموالهم. التاجر دائما ذكي ولا يضع بيضه في سلة واحدة كما يقولون. لماذا وضعوا كل بيضهم في سلة صنعاء؟ هذا السؤال يوجه إليهم وليس لي. نعم طيب دكتور، يعني أنقل وجهة نظرك للباحث في الشأن الاقتصادي الأستاذ حسام السعيدي عبر السكايب من أنقرة. أستاذ حسام، ما رأيك بما طرحه الدكتور فيصل؟ يقول كان على هؤلاء التجار أن لا يضعوا يعني البيض في سلة واحدة كما يقول المثل، ويعني يخرجوا هذه الأموال ويضاربوا فيها ويتاجروا فيها خارج مناطق التي تسيطر عليها الميليشيا، ما رأيك؟ أولا شكرا لضيفك، الحقيقة نتفق معه في خصوص أن جماعة الحوثي مارست النهب المنظم للصرافين وللبنوك، ولكن ربما الدكتور يعني لا يدرك بأننا نتحدث هنا عن صغار التجار، عن صغار محلات الصرافة، هي النقطة الأضعف أو الأصغر في الشبكة المالية. فالبنوك الكبيرة تقريبا لديها أصول في الخارج، ولكن حينما نتحدث عن بنك أو عن مؤسسة مالية نشأت في أرض الوطن، فإنه من الصعب أن تقول لهذه المؤسسة أن تبحث عن وطنا بديلا لممارسة أعمالها. في حقيقة الأمر هذه النقطة وهي معروف صحيح أن الحوثيين سينهبون وقد نهبوا بالفعل، ولكن حتى أن رحيل هؤلاء التجار أو رحيل الصرافين اليمنيين من صنعاء يعني إتاحة المجال في الحقيقة لصرافين أو لطبقة جديدة حوثية تمارس المال وتمارس كل شيء. فبالتالي هم وجود هؤلاء التجار الحقيقة هو يخلق يعني نوعا من المقاومة أو نوعا من الرد، لأنه في حال كانت فقط السيطرة بيد الحوثيين سيموت الشعب جوعا. فهناك ما يشبه التنظيم، كما تلاحظ قام الحوثيون سوقا موازيا جديدة وهي السوق السوداء مثلا لكل صور ومجالات النشاط الاقتصادي ابتداء من السلع وحتى بالخدمات، لديهم سوقهم ولديهم محلاتهم ولديهم إلى آخره. نعم. وبالتالي الدكتور يعني يطرح هذا الرأي، وربما الكثير يعرفون بأن هناك مقولة معروفة بأن رأس المال جبان وهو يفر سريعا. بالمقابل هناك محلات صرافة تملك رأس مال ضعيفة ولا تستطيع العمل في بيئات خارج البلد، إضافة إذا امتلاكها للأصول المالية وامتلاكها للعمل لليد العاملة
يعني هذا ليس حل، مغادرة والرحيل، وهو في النهاية قد يكون حلا إجباريا، وخاصة إلى المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة وليس إلى خارج البلد، بالنسبة خاصة لصغار الصرافين وإلى آخره. الحل الحقيقة هو في إنشاء يعني في تحرك جمعية الصرافين في الوقت الحالي. جمعية الصرافين بإمكانها، مع وجود طبعا مشاكل تواجهها هي بنفسها، ولكن بإمكانهم خلق نوع من الضغط عن طريق ربما الإضراب أو إغلاق محلات الصرافة لأعضاء هذه الجمعية. نعم. هناك أيضا عن طريق إثارة الموضوع أمام الرأي العام والحديث عن عملية سرقة منظمة كبيرة، مع أن الحوثيين لا يردعهم في حقيقة الأمر، لم فقط يسرقوا فقط هذه المحلات الصرافة، وإنما حتى المواطنين المتعاملين مع البنوك الذين لديهم حسابات في البنوك. نعم. تم إنزال قائمة بألف ومئتي شخص، والأمور طويلة وكثيرة ومعقدة. بالتأكيد حسام، تعزيزا لما طرحته من النهب الممنهج للمواطنين والمحلات الصرافة، سنذهب الآن لمتابعة تصريحات وعينة من هؤلاء الناس الذين تضرروا ومستهم بطش الميليشيا، وبعضهم دفع حياته كما حدث في صنعاء لأحد محلات الصرافة الذي تم نهب ما يقارب 30 مليون وتم قتله داخل محل الصرافة الذي يعمل فيه. نتابع هذه التصريحات ومن ثم نكمل الحديث، ابقوا معنا. قام أحد الحوثيين باقتحام المحل وقتل الأخ أسامة سفيان، وصادر ما يزيد على أكثر من 30 مليون ريال يمني، بالإضافة إلى عملات أخرى منها دولار ومنها سعودي ما يزيد على 20,000 دولار و30,000 سعودي. هذه الحملة الشرسة مرفوضة رفضا تاما عند أبناء الشعب اليمني، لأن الشعب اليمني شعب واعي، شعب متعايش، شعب الذي يحمل قيم أخلاق، يحمل قيم أخوية، يحمل قيم الإسلام. الحملات التي قام بها الحوثيين ضد محلات الصرافة أدت إلى انخفاض يعني الريال اليمني وارتفاع الدولار وارتفاع السعودي ايضا، ما يعني ادى الى تدهور الاقتصاد بشكل كبير جدا. يعني لم تشهد اليمن تدهور في الاقتصاد مثل هذه الفتره التي نفذ الحوثيون يعني في اقتحام الصرافات ونهب العمله الاجنبيه. بالنسبه للاثار السلبيه لحملات الصرافه الحملات التي نفذها الحوثيين في على محلات الصرافات، فتعد آثار خطيرة على الاقتصاد اليمني الذي سبب التدهور في العملة اليمنية وارتفاع العملات الأجنبية أمام الريال اليمني الذي يشهد تدهور لا نظير له منذ عقود، وهذا الانهيار يؤدي إلى غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية لدى المواطنين. بسبب سحب العملات الأجنبية من السوق من قبل الحوثيين أدى إلى ارتفاع سعر الدولار والعملات الأجنبية بشكل فظيع. بالنسبة لي أنا كتأثيري أنا شخصيا كنت مجمع قيمة لابتوب، الآن المبلغ كله ما يجيش نص قيمة اللابتوب، بحيث أنا كنت سعر الدولار من 300 ارتفع فجأة من 360 إلى الآن 500، يعني نصف قيمة كل شيء ارتفع إلى الضعف. بالنسبة للأجهزة الإلكترونية، أجهزة الكاميرات، كل شيء، أنا كشخص إعلامي وكشخص مصور قد تكلفني 3 سنوات حتى أجمع قيمة كاميرا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، تابعنا عينة عن الشكاوى التي يتحدث عنها المواطنين بسبب الممارسات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي في المناطق التي تخضع لسيطرتها، ونهب وممنهج لكل الموارد سواء لمراكز الصرافة أو المحلات التجارية وغيرها. أعود إلى كوالالمبور مع المحلل السياسي الدكتور فيصل علي. دكتور فيصل، كما تعلم لم تقتصر ميليشيا الحوثي على فرض الإتاوات والضرائب ويعني دعم ما يسمى بالمجهود الحربي، ربما هذا أصبحت بشكل شبه يومي أو شهري يعني تفرض على هؤلاء التجار ومالكي محلات الصرافة، لكن الآن يعني أن تتجه للمنحى الآخر كما تحدثنا في المحور الأول عن يعني نهب كل الأموال من العملات الصعبة والمحلية من هذه المحلات. هؤلاء إذن هؤلاء الصرافين، وهناك منهم صرافين كبار كالكريمي وغيره، ما هي الطرق المتاحة لديهم لحماية ما تبقى من أموالهم؟ يا سيدي الكريم، أنا لست متخصصا في الاقتصاد، لكن يعني بعين العقبة وبعين التحليل هناك يعني لديهم خارج، لماذا لا يذهبون إلى مأرب؟ نعم. يوجد في مأرب نظام وقانون ودولة ولا ينهب عند قيادة مأرب والسلطة الشرعية المتواجدة في مأرب، لا ينهب عندهم أحد، لماذا لا يذهبون إلى هناك؟ لماذا يصرون على المضاربة ودعم هذه الميليشيات والبقاء عندها؟ رأس المال يجب أن يتحرك وفقا للفرص، هؤلاء ليسوا فرصة، هؤلاء عدميون. نعم. خيارات أخرى دكتور فيصل، خيارات أخرى لهؤلاء التجار والصرافين
أصحاب رؤوس الأموال ولو من الطبقة المتوسطة أو الكبيرة في هذه المناطق، ألا ترى بأنه ممكن لديهم مساحة ضغط لو قاموا بها يعني يحدثوا أثرا لدى الميليشيا ويعني يوقفوا هذا العبث التي تمارسه ضدهم؟ الميليشيات لن تتبرع عن سحب أموالهم. لو كنت تاجرا في صنعاء اليوم وسرقوا ربع مالي أو نصف مالي سأدفع نصف الباقي للجيش الوطني لينتقم لي ولأموالي وللشعب اليمني. بالنسبة لي لو كنت تاجرا سأتخذ هذا الطريق. عندما لا أجد أمانا لمالي فماذا أستفيد أنا من البقاء مع هذه الميليشيات المتوحشة؟ نعم. علينا أن نفكر بحلول عملية، علينا أن نتحرك في المناطق المتاحة والسهلة، علينا قياما بالواجب دعم الجيش الوطني للدخول. نعم دكتور، نعم دكتور، هناك ربما مشكلة، بدأ الصوت يتقطع، نعود بك الاتصال وأعود إلى أنقرة عبر السكايب مع الخبير في الشأن الاقتصادي أو الباحث في الشأن الاقتصادي حسام السعيدي. حسام، تحدثنا ربما عن جانب وهو هؤلاء التجار ربما المحايدين أو يعني مستقلين يعملون بصورة رسمية بتجارتهم، وكان هذا وضعهم حتى من قبل الانقلاب ومن قبل الأزمة اليمنية والحرب. ماذا عن من يعني أصبحوا تجار في لحظة وهم من بالتأكيد من ينتمون للميليشيا، وبين يعني لحظة أصبح هؤلاء يملكون رؤوس الأموال، أصبحوا يديرون ربما كل العمليات المالية والاقتصادية بشكل كبير ولا أحد حتى يعرف أسماءهم؟ نعم، بطبيعة الحال في أول خطوة بعد الانقلاب كانت خطة الميليشيا هي إنشاء سوق موازي طبيعي، وهذا الحقيقة ليس فقط هو نتيجة طبيعية في حال وجود أي أزمات أو مشاكل تنشأ ينشأ سوق موازي، ولكن ما يلفت للانتباه أن في اليمن فعلا هناك طبقة أو اقتصاد موازي، اقتصاد سوق سوداء قائم وقوي. مثلا تم عرقلة عمل شركة النفط في اليمن وإنشاء شركات منها، كما تم تسريبه شركة باسم عبد السلام فيليتا أو الناطق باسم الجماعة الحوثيين، وهناك شركات أخرى طبعا، هذا في مجال النفط فقط، وسيطرت هذه الجماعة على تجارة النفط في المناطق التي تخضع لها تقريبا تماما. أضف إلى ذلك طبعا السيطرة في مجال البنوك والعمل المصرفي بشكل عام، هناك عدد كبير من المحلات الجديدة انتشرت بشكل ملفت للانتباه في صنعاء وغيرها. ضف إلى ذلك طبعا السيطرة على حتى على الوظائف العامة والوظائف الخاصة وفي البنوك العامة وفي البنوك المختلطة، وحتى وصل الأمر في المؤسسات الخاصة إما كرشاوى أو يعني عمليات تتم فرضها من قبل الميليشيات أو بطريقة أو بأخرى. في حقيقة الأمر هناك اقتصاد موازي تماما تديره جماعة الحوثيين، ولا تعود أموال هذا البند أو هذه الأعمال التجارية إلى البنك المركزي في صنعاء أو إلى حتى العملية إلى الجهاز المصرفي نهائيا. الأموال يتم تداولها خارج إطار البنك المركزي تماما وخارج إطار المؤسسات المالية، سواء بنوك سواء مصارف، تتنقل بشكل فردي، وحتى أنه تسربت صور لهذه العمليات. نعم. إذن في حقيقة الأمر ليس فقط في مجال الصرافين، ولكن هو اقتصاد موازي وسوق سوداء شاملة. نعم. هناك تصريحات حسام ظهرت هناك في العديد من وسائل الإعلام التابعة لميليشيا الحوثي، العديد من التصريحات بأن هذه المداهمة لمحلات الصرافة بسبب التلاعب بسعر الصرف بالريال أمام العملات الأجنبية، لكن في المقابل ما يقومون به من نهب هذه الأموال والعملة الصعبة، هل هو فعلا حل أم هي طريقة يعني لإعطائهم الأحقية لنهب هذا المال دون يعني لومهم من أحد؟ أولا الحقيقة ربما هناك عملية مضاربة، والإنسان بشكل عام يسعى وراء مصلحته، ولكن معالجة مشكلة سعر الصرف تبدأ أولا وأؤكد أولا بإنهاء الانقلاب نفسه وعودة تطبيع الحياة الاقتصادية العامة. الحقيقة طبعا لنفترض مثلا أن البنك المركزي في صنعاء يمارس سلطاته كبنك مركزي، هذا افتراضا تمام. في هذه الحالة هناك وسائل حددها ونظمها القانون للتعامل مع محلات الصرافة، وقانون الصرافة يوضح هذا الأمر بالتفصيل.
فمعروف مثلا في البداية يلزم التجار تلزم على المصارف الصرافين بوضع مبلغ مالي معين عند منحهم الترخيص في أحد البنوك التجارية، بحيث أنه في حال ارتكاب هذه المؤسسات للمخالفات وتم رصها والتثبت منها يتم معاقبة هذه المؤسسات عن طريق هذه الأموال الموجودة في البنك التجاري، يقوم بها البنك المركزي بطبيعة الحال. وهناك طبعا عديد من الوسائل، أولا الإنذار والإنذار الكتابي لهذه المؤسسات، وفي حال أنها محلات الصرافة قامت بمخالفة القانون يتم إغلاق هذا المحل بمنشور موضح أو بتوجيه من البنك المركزي. لكن الحقيقة ما الذي نراه هو أمر مخالف أو أمر مختلف تماما، لم يشهد له مثيل إلا في عهد العصابات، أن تتهجم على محل صرافة وأن تقوم بنهب الأموال فيه من داخله. يعني هذه العملية لم تتم، أنت تتعامل مع مؤسسة مصرفية عريقة لديها مثلا أحد المصارف اللي تم الاعتداء عليه يملك أكثر من 300 فرع ووكيل ومؤسسة عريقة، وتتعامل مع توجيهات البنك المركزي. إذا لماذا هذا التعسف في التعامل مع البنك؟ كان يمكن التعامل معه وفقا للقانون في حال فعلا تم أو ثبت أنه يخالف القانون، ولكن في حقيقة الأمر حين نتحدث عن القانون فإننا كمن يحرث في الماء أمام عصابة الحوثي، لأنها لا تمارس القانون وإنما فقط هناك تصرفات فردية تقوم بها بهدف الحقيقة يعني لنقول الحصول على أموال واستفزاز التجار أو استغلالهم، هذه الكلمة التي أبحث عنها، هناك عمليات استغلال وراء هذا الموضوع. معروف تماما بأن هذه العمليات لن تحل مشكلة الدولار أو سعر الصرف، لأن المشكلة أكبر بكثير وأكبر حتى من عقول الذين يديرون ملف الاقتصاد في المؤسسة، نعم. في العصابة الحوثية بشكل عام، العملية اقتصادية ويجب أن تدور في هذا الحلق وليست عملية بالقوة. نعم حسام، في أيضا في مناطق الحكومة الشرعية، هل استطاعت الحكومة الشرعية والقائمين على الوضع المالي في البنك المركزي وزارة المالية بضبط إيقاع هذه العملية والمضاربة بالأموال، أم هو نفس الحال ما هو حصل عند الإنقلابيين وهو حصل عند الشرعية وهو ما نتج عنه هذا التدهور الكبير وتراجع العملة اليمنية أمام الدولار والعملات الأجنبية؟ سأكون معك صريحا، الدولار لن يتوقف والريال لن يتوقف عن التدهور ما لم يمتلك البنك المركزي احتياطا نقديا يكون على الأقل كافيا لتغطية الواردات لمدة 3 أشهر. في حال توفرت هذه الإمكانية فإن الحكومة بإمكانها المحافظة على سعر الصرف لوقت زمني معين. في حال بقى الحال كما هو عليه الآن هناك مشكلة، وهذه المشكلة ستبقى وسيبقى الريال متدهورا. في البداية طبعا للتعامل مع هذه الأزمة قام الأخ رئيس الوزراء بدعوة الصرافين والأخوة ممثلي البنوك وتحدث معهم، ولكن فقد الشيء لا يعطي. حينما تكون الحكومة والبنك المركزي غير قادرين على التدخل مباشرة وبأساليب اقتصادية فعلية، فإنما يتم القيام به هو فقط ترجي. والحقيقة أن الإنسان يجري وراء مصلحته، فالصراف بطبيعة الحال إذا لم يقم بالمضاربة فإنه سيخسر، وهو يرى فرصة للربح. إذن في حقيقة الأمر نعم هناك يمكن تنفيذ خطوات عقابية ضد الصرافين في حال تم التلاعب واكتشاف أنه يتم المضاربة بالأسعار، وهو يحصل بطبيعة الحال لأن هناك ارتفاعات فجائية وغير مبررة في سعر الصرف، ولكن بالمقابل يجب أن تكون هناك سياسة نقدية جريئة وسريعة. نعم طيب، يجب أن يعاد تصدير النفط لأنه هو الوسيلة الوحيدة لحفظ النقود، وبالإضافة إلى تدخل التحالف بوصفه وصيا على اليمن لأننا تحت البند السابع، يجب فورا أن الحقيقة أن يحافظ على سعر الصرف بإيداع مبالغ في البنك المركزي، وهو الأمر الذي نادى به اليوم الأخ رئيس الوزراء وقالها صراحة بأن هذه المسؤولية، يعني هو لم يقول ذلك ولكن هو اعتراف يعني خجول بأن الحكومة غير قادرة على التدخل وأن يجب أن يكون التدخل من طرف التحالف. طيب حسام، نعم اسمح لي حسام أن نرحب بالناشط الصحفي حسين الصوفي من مأرب. مرحبا بك أستاذ حسين. أهلا وسهلا أستاذ بشير، حياك الله. أهلا بك أستاذ حسين، أنت في مأرب ولا شك أن هناك العديد من التجار أو من الصرافين أو من كان لديهم مصالح في المناطق التي تخضع لسيطرة الإنقلابيين في صنعاء اتجهوا إلى المحافظات المحررة، وعلى وجه التحديد ربما مأرب هي أصبحت الوجهة الأكبر التي يقصدها الكثير من اليمنيين وأصحاب الأموال. هل التقيت بمن غادروا صنعاء بسبب فرض الإتاوات، بسبب نهب محلاتهم، بسبب يعني النهب الممنهج للميليشيا عليهم وعلى ما يملكون في هذه المناطق؟
بالتأكيد هناك كثير من غادروا بسبب الملاحقات والمضايقات والابتزاز ونهب الأموال. هناك مثلا أصحاب محطات بترول نقلوا من بعض المحافظات إلى هنا نتيجة أن هناك كان يفرض عليهم بين الحين والآخر إتاوات باسم المجهود الحربي والمولد النبوي ومولد فاطمة وعائشة وحفصة وغيرها من نعم إذن فقدنا الاتصال ربما بالصحفي حسين الصوفي من مأرب، إلى أن نعود بالاتصال وأيضا مع ضيفي من أنقرة عبر السكايب حسام السعيدي. نذهب الآن مشاهدينا الكرام لمتابعة هذه المادة المعلوماتية، عدها الزميل ودي عطاء عن الميليشيا الانقلابية ومنهجية السطو والنهب للشركات والمحال التجارية والمصارف. نتابعها ومن ثم نكمل الحديث. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعود إلى مأرب مع الصحفي حسين الصوفي. أستاذ حسين، فقدنا بك الاتصال ربما بسبب رداءة الشبكة أو ما شابه ذلك. من جديد أسألك الآن أيضا من خلال متابعتك لمحال الصرافة والتجار في المحافظات المحررة وعلى وجه التحديد مأرب، كيف تبدو العملية بالنسبة لهؤلاء الذين انتقلوا إلى هذه المناطق؟ هل أمورهم تمشي بالصورة القانونية أم هناك مخالفات ترتكب وتنعكس بصورة مباشرة أيضا على سعر الصرف وعلى سعر العملة المحلية؟ في هذا الجانب، في جانب المخالفات وغيرها، لست مطلع بالتحديد، يعني لا أمتلك معلومات. وربما الجهات أو المختصين، سمعنا قبل فترة حسين، حتى أوضح لك النقطة، سمعنا قبل فترة بأن السلطة المحلية في مأرب اتخذت إجراءات بأنه سيتم ملاحقة وإغلاق أي محال لم تصدر لها تصريحات، وأيضا ضبط عملية البيع والشراء في العملات. هل لاحظتم شيء تغير؟ هل تم نزول من قبل السلطة المحلية لهؤلاء المحلات ومتابعة إدارة هذه العملية المصرفية والمالية في مأرب؟ المؤسسات الدولة أو الأجهزة الحكومية في مأرب تعمل بفاعلية ربما أعلى فاعلية في على مستوى الشرعيه، يعني المحافظات التي تسيطر عليها الشرعيه، وبالتالي اعتقد ان السلطه المحليه هنا في مأرب قامت باجراءات مهمه في هذا الجانب يعني. لكن اعتقد ان الكل يعرف ان مشكله البنك المركزي تكمن هناك في عدن وصنعاء، وهناك ربما اطراف يعني من بينها ما كان افصح عنها رئيس الوزراء قبل فتره، ان هناك الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد أفرجت عن بعض الحسابات أو وعدت بالإفراج عن بعض الحسابات البنك المركزي، وأعتقد أن هناك خلل وأن هناك ضغط، لا يزال ضغط دولي هو الذي يتحكم في هذا الجانب، في الجانب المالي والاقتصادي، خصوصا ما يتعلق بالبنك المركزي والتلاعب بالعملة. أعتقد نعم. أن الحرب ليست يعني أقل حربا من الانقلاب. نعم، إذا تحدثنا مثلا بصورة أخرى، هل أصبحت المناطق المحررة فعلا فيها على قدر كبير من الأمان
يعني أنا كتاجر أو صاحب رأس مال لو اتجهت إليها سأجد بغيتي وسأجد الأمان وسأمارس ما يعني تجارتي واستثماري بصورة طبيعية دون مضايقة أو دون فرض إتاوات أو محسوبية من قبل القائمين على هذه المحافظات المحررة؟ ربما لو تحدثت انا عن مأرب التي اتواجد فيها، فهناك مثلا الان تم افتتاح بعض المنشآت التجاريه الاهليه والاستثماريه، مثلا افتتحها نائب رئيس الوزراء الاستاذ عبد العزيز الجباري، وايضا قبل ربما شهر او شهر او اقل من شهر تم افتتاح من اكبر المولات التجاريه هنا في مأرب، وكان صاحبها قد غادر صنعاء، والمطاعم الكبيرة ذات العلامة التجارية الكبيرة أيضا نقلت إلى مأرب، أيضا من محلات الصرافة هناك أيضا محطات البترول بعضها غادروا، بعض المحافظات مثل نعرف من غادروا من صنعاء ومن ذمار، هناك أيضا مشاريع تجارية تفتح بشكل كبير جدا في مأرب أغلبها، وبعضها لم تكن حتى متواجدة في صنعاء، يعني لان هنا نسبه كبيره من الـ الـ يعني الاستثمار وبيئه يعني قاطعه جاذبه للاستثمار بشكل كبير، هناك امن، وهناك ايضا لم تفرض السلطه المحليه هنا اي اساءات على الاطلاق، حتى التي بعض المسؤولين يشتكي ان هناك تقصير حتى من السلطه المحليه في عدم مثلا يعني جذب الضرائب وغيرها، ان الدخل الذي هو من الاصل ان يتم فرضه على التجار وغيره، لكن الحكومه هنا السلطه المحليه هنا تقول ان هذا عائد بقرار من الحكومه المركزيه. نعم. طيب ابقى معي استاذ حسين، اعود الى الباحث في الشان الاقتصادي حسام السعيدي. حسام، يعني هؤلاء من يمتلكون رؤوس الاموال او يشتغلون بالصرافه، اذا تحدثنا من 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 دراسه اقتصاديه وماليه، هل هناك يعني من يملك قرار يعني دولي ربما لو تفعل سيحفظ لهؤلاء الناس أموالهم حتى ولو كانوا في المناطق التي تخضع لسيطرة الميليشيا الانقلابية؟ الحقيقة أن القانون الدولي وكل قوانين الأرض تكفل للإنسان حقه في العمل وتكفل حقه في الملكية، وبلادنا أحد هذه البلدان وأيضا القانون الدولي، ولكن الحديث هنا ليس فقط يعني السؤال في حقيقة الأمر من الذي يقوم بنهب هذه الأموال. الحقيقة من يقوم بنهب هذه الأموال عصابة، وهي لا تخضع للقانون بأي حال من الأحوال، وهنا قرارات دولية تحت الفصل السابع ضد هذه العصابة، وبالتالي الحل الوحيد هو محاربة الحوثيين والخلاص من هذا الانقلاب، لا يوجد حل آخر، يعني ليس متوقع. ألا توجد حلول مثلا رقابية؟ بالتأكيد حسام، أن هؤلاء يعني التجار أو رؤوس الأموال التي تسيطر عليها الميليشيا لديها حركة تجارية أكيد في الخارج، ألا توجد مثلا لو تفعل جانب الرقابة وتم يعني حجز أي أموال تخرج باسم هؤلاء ولو كانت بأسماء أخرى أو وهمية أو بشراكة مع ناس آخرين؟ يعني بطبيعة الحال إذا كنت تقصد أن يتم معاقبة القادة الحوثيين، بطبيعة الحال هناك القرار الدولي حدد بعض الأسماء، وهذه الأسماء وهناك أيضا قائمة تم نشرها من قبل الحكومة والتحالف، أنا لا أدري إلى الآن لم تقم الحكومة الحقيقة بنشر قائمة كهذه لمتابعة الوصول للقادة الحوثيين في الخارج، لكن في حال طبعا بطبيعة الحال لابد أن يتم هذا الأمر، ولكن العمل هو يعني محدود أثره، لأن قادة الحوثيين والأموال التي يديرونها هم يعملون على غسل هذه الأموال وبأسماء الشخصيات أو تجار يعني جدد، ولا يمكن يعني التأكد بأن الحسابات البنكية أو أن السلع أو أن هذه الشركات الجديدة هي تابعة لحوثيين، لكن في حال تم التأكد من بعضها طبعا تقوم الحكومة بمصادرة سواء كانت شحنات تجارية مشبوهة أو حتى أموال أو حركة أموال. طبعا بالطبع مشكلة أن هناك عملية تهريب واسعة، وأن الحدود بعد المناطق التي تسيطر عليها الحوثية هي مناطق واسعة، وهذه هي في حقيقة الأمر أحد المشاكل التي تمنع أو تحد من عملية الاستقرار الاقتصادي. في حال مثلا أن الحكومة قامت بضخ دولارات مثلا إلى السوق، لنفترض مثلا مع أن لا يوجد هناك احتياطات قانونية، لكن لنفترض جدلا، ف
فأن المناطق التي تسيطر على الحوثيات ستمثل ثقبا أسودا يستقطب هذه الأموال وسيتم استبدالها حتى بعملات مزورة من فئات النقد المحلي كما رأينا في السابق. الحقيقة أن حينما تتحدث أو حينما تتعامل مع عصابة فأن الأمر يختلف تماما، وأن كثير من مفردات القانون يجب أن يتم معاملتها كما هي كعصابة وليس كند أو كطرف متهم. هي في الحقيقة أن ما قامت به بموجب القوانين الدولية وبما يتم مشاهدته عملية كارثية لم تضر فقط برزق الإنسان اليمني ومصادر دخله وعمليات يعني العمليات الاقتصادية، ولكنها وصلت إلى حد هددت أو قضت على الكثير على حياة الكثيرين وقامت باعتقالهم ونسف بيوتهم. العملية هي عملية متكاملة ولا هناك أي مجال للحل سوى مواجهة هذه الحركة الحوثية. وأنا هنا أقول بأن أي دعوات للسلام مع هذه الحركة الحوثية سيكون مصيرها الندم الشديد. أشكرك جزيل الشكر الباحث في الشأن الاقتصادي حسام السعيدي، كنت معنا عبر السكايب من أنقرة. وعودة أخيرة إلى الصحفي حسين الصوفي من مأرب. أستاذ حسين، مقدار القبول والرضا من قبل التجار ورؤوس الأموال أو حتى أصحاب يعني رؤوس الأموال البسيطة أو الناشئة في محافظة مأرب على الأقل كنموذج من المحافظات المحررة، كيف تقيم؟ ما لست أدري، هنا الذين يتعاملون هنا مثلاً يمتنون كثيرا لجهود السلطة المحلية هنا في مأرب، يعني هي الحاضر الوحيد ربما، يعني هؤلاء يتعاملون مع أصحاب مأرب، مثلا قيادة السلطة المحلية في مأرب تتعامل مع كل المستثمرين هنا ربما بالأخلاق والقيم القبلية وتتعامل معهم كضيوف وتوفر لهم جو آمن وبيئة آمنة للاستثمار. لكن هناك إشكالية هنا تسمون أن هناك لدى الحكومة نستطيع أن نقول أنها لا مسؤولية، وإن تحدثنا بصراحة فإن هناك عبث كبير جدا بالمقدرات بالأموال. لا يوجد هناك أي وعاء مثلا يستوعب يعني مدخلات أو موارد البلد، لا ندري أين تذهب، يعني أين تذهب موارد الجمارك، موارد الضرائب، موارد ما يتم إنتاجه مثلا من النفط. لا يوجد لدى الحكومة أي وعاء، ولا يوجد لديها أي حسابات معلنة، ولا يوجد لديها أي فعالية. أستاذ حسين، حتى لا نتشعب في الموضوع. نعم أستاذ حسين، مع يعني النقاط التي ذكرتها وأهميتها، فعلا هناك قصور كبير من الحكومة الشرعية، لكن يعني نحن كنت أريد فقط في الدقيقة الأخيرة يعني كمقارنة فقط بين من يعمل في المجال التجاري والاستثماري في المحافظات التي تخضع للدولة والمناطق المحررة، وأيضا الصورة المرعبة والقاتمة التي يخضعون لها وتمارس ضدهم كل الانتهاكات والنهب والسلب من قبل الميليشيا في هذه المناطق التي كصنعاء وإب وذمار والحديدة وغيرها. هم هربوا، الناس كلهم هنا، لا مقارنة عن الإطلاق طبعا. حينما يثير أو يقتل صاحب الصرافة في مسجره هناك في صنعاء من أجل نهد أمواله، فهنا في مأرب يتم توفير الحماية بشكل كبير، وهناك فتحت محلات صرافة بشكل واسع، وأيضا فتحت المولات، فتحت الاستثمارات، الحدائق، كل أنواع الاستثمارات التي يمكنك أن تتخيلها هناك في مأرب فتحت بشكل آمن ومطمئن. وحتى أن البعض الآن بدأ يفكر في مشاريع استثمارية لم يكن يفكر في الاستثمار من قبل، لأنه فيه بيئة هنا في مأرب بشكل كبير للغاية. نعم أشكرك جزيل الشكر الصحفي حسين الصوفي، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. ولم يبقى مشاهدينا الكرام إلا أن نقرأ بعض تعليقاتكم على صفحة البرنامج في الفيسبوك حول موضوع الحلقة عن الطريقة النهب الممنهج من قبل الميليشيا ومن يحمي هؤلاء التجار وأصحاب رؤوس الأموال في هذه المناطق. نقرأ تعليق للأخ أنس حسان الحاج: تسعى ميليشيات الحوثي إلى فرض عقوبات اقتصادية على التجار إما بشكل رسمي أو بشكل آخر، وهو اقتحامات وغيرها، وأغلب التجار في هذا الحال سيضطرون إما لمغادرة صنعاء أو لإغلاق مصادر تجارتهم، وشيء آخر زيادة في الأسعار من قبل التجار لتعويض ما تنهبه الميليشيا الحوثية، ويظل المواطن والتاجر هو الخسران نتيجة بطش وتصرفات ميليشيات الحوثي. أنس حسان الحاج. نقرأ تعليق آخر:
بو حسام يعلق: ماذا تتوقع من جماعات إرهابية أن تصلح؟ أتت للنهب والسلب والقتل، الاقتصاد تديره عقول، وتلك الميليشيا ليس لها القدرة على إدارة اقتصاد بلد، إنها فاشلة ومدمرة، وما لم تقم الجهات المختصة والعالم بإنقاذ البلاد منهم فعلى الدنيا السلام. أبو حسام. رأي أخير من الأخ طاهر علوان زايد: هذا جزء من سياسة الكهنوت التجويعية، الكهنوت أكثر شيء يعتمد على سياسة العقاب الجماعي، بما يعني الجوع الجماعي ولها آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، وسيزداد انهيار غير متوقع للاقتصاد الوطني. طاهر علوان زايد. نختم بهذا الرأي من الأخ طاهر، ونكون قد وصلنا مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من بين قوسين. أشكر ضيوفي الذي كان معنا عبر السكايب من أنقرة حسام السعيدي الباحث في الشأن الاقتصادي، ومن كوالالمبور الناشط السياسي الدكتور فيصل علي، ومن مأرب الصحفي حسين الصوفي. تقبلوا تحايا الزملاء في الإعداد والإنتاج الزميل وديع عطا والزميلة إلهام عامر، كما هي لكم مني بشير الحارثي. حتى الملتقى بحلقات جديدة من بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان. حفظكم الله والوطن.